على الإضراب العام في قطاع الوظيفة للعمومية في القصرين، وأكيد أنه الخط مفتوح من بقية صحفينا حتى يرجعوا لنا في كل وقت ونتابعوا معهم، خاصة فيما يخص كوثر ونقطتنا للخارجية من أمام مجلس النواب الشعب. باش نواصل معكم في البلاتو نحكيوا على فئة أخرى زادة من التوينسا هامة جدا الحقيقة، ما نحكيوش عليها ياسر، ما عندناش عليها برشا تفاصيل، قداش رقمهم وشكونهم هما وكيفاش قاعدة تتسير حياتهم في ظل قطاع صعيب يخدموا فيه. نحكيوا اليوم على فئه البربيشه، الناس هذوما اللي اختاروا انهم يخدموا في الرسكلة لكن بطريقه اخرى. سي محمد الفقراوي رئيس جمعيه حمايه المحيط والرسكلة موجود بحضنا في البلاتو، مرحبا بك سي محمد، نهارك طيب. مرحبا بك. انا قلتها بالتونسي هكا الاسم اللي معروف والمتداول، نتحدثوا على البربيشه، الناس هذوما اللي يعملوا في الرسكلة لكن بطريقه بسيطه، نمشي ونبربش ونشوف ونفرزوا اللي نلقاوه قدامنا وموجود. هات نتعرفوا عليكم، شكونكم انتم سي محمد؟ احنا نسمو برباشة. هم البرباشة، هم البرباشة. اي احنا تو نعدوا 35000 فيما فوق. عندنا عامين 35000 تو محسوب راهي 45 وصلت، خاطر العامين نظام الدوبل ولت. فهمت كثرة العباد منين كانوا، فهمت البلاصة مثلا الناهج فيه اثنين ثلاثة ولو أكثر. فهمت وين يتركزوا أكثر هذوما؟ نلقاوهم في الأحياء الشعبية، نلقاوهم في المدن الكبيرة، وين؟ في كل بلاصة. في كل بلاصه، في كل بلاصه موجودين. تقول لي انت كنا 35000 اليوم احنا 45000، تلاقي 45 فيها فلوس الخدمه. والله واش نقول لك، ناس تعب بالحق، راهي ناس قاعده تاكل من الزبله، نسيان يغتلبوا بالي. عندي بربش فيها خاصه في الصيف تلقي فيها النماله، تلقي فيها حشاكل النحل هكا السكر هكا الحلاوه، تلقي فيها القطوط بعض المرات في الليل يفجع قط الواحد نعيمه يطير. تو انا راجل ثم نساوي راهي تخدم. اي ثم شكون اكثر، نساء ولا رجال اللي يخدموا في القطاع هذا؟ رجال اكثر، والذري صغار تخدم. اي صغار. قداش العمر؟ ثم حتى العمر 10 سنين قاعد يخدم. 10 سنين يخدم. 10 سنين يخدم. وشكون يبعثوا يخدم؟ أمه وأبوه ولا كيفاش؟ لا لازم يمشي، هذاك هو حلهم، ما ثمش عباد تعبة راهي. ناس تعبة بالحق راهو. تلقى صغير عمره 10 سنين 14 سنين 20 سنين، كل دار أقل شيء ساعة المنطقة الشعبية والمنطقة المحيط حتى تلقى فيها زوز يتخدموا في البربيش في الخدمة هذيا. كل منطقة هذه كل دار. أي. تلقى صغير، تلقى الكبير، تلقى المرأة الكبيرة، تلقى المرأة الصغيرة. فهمتي؟ أنا نخرج الأربعة، أنا توكا رئيس جمعية وبربياش في آن واحد. أي. نخدم عندي برويت ونخدم بربياش، مانيش حاشم بها. إي. مانيش حاشم بها الخدمة، خاطر نكون أنت اخترتها على خاطر لقيت فيها فلوس ولا ما لقيتش بديل؟ والله شكون تخدم قبل ما تولي بربياش سي محمد؟ معيش، أنا كنت نطفي قبل العمل يوم في المرمى. وعلاش بطلت؟ ما عادش نجم، عندي كلاية ما عادش نجم. وهذه ماهيش متعبة الخدمة؟ باقي أحسن، أخف. قداش نهارك، قداش تصور في النهار؟ والله ايش نقول لك، تو بالنسبه للصيف تتحرك خير. في الصيف النجم الواحد يموت على يصور 15 12، في الشتاء ما دامش، في الشتاء يتقل الماء ما يقلش الشربان، يتقل الواحد يتقل، معناها اللي يجيب 10 كيلو يسمى خدم بالقدا، واللي يجيب 4 كيلو تسمى واحد واحد شايب، تلقيه مسكين عمره 60 و 70 سنه. اي تلقيه هذاك شكاره ب 100 هذيك تاع شكاره ب 100 هذيك، تلقيه ب 4 5 هو يدور به. واش راك بدا الشعب هذوك شوف فيه 3 كيلو. اي. بلا 3 كيلو بدا الشيط له. قداش الكيلو؟ تو يخدم ب 600 كيلو 18%. باكو حليب مدعمه ب 15%. اي. وخبز. يتوسدهم يقعد ثميك حتى لم تغد. ما عندوش الحق لا في كعب يغرد. ولا في ياخذ بها مرتلة طماطم ويقعد. اي ما توا حالين ديار الناس هذوما نحكيو على 45000 تونسي اليوم يخدم في القطاع هذا. يخدم في هذايا. اي حالين عائلات قايمين بصغارهم ينجموا يعيشوا، كيفاش الظروف سي محمد؟ بجهد، ظروف تعبه ما بجهد. نهار ما يخدمش ما ياكلش. اي. طب اما خير يجيب 5000 يصرفها على الدار وعلى وليداته. اي. واللي جاي قدام يبرك يتفرش. صدقيني قسما بالله راه الواحد ما يخدمش ما ياكلش. اي ما هذه خدمه فيها برشا ريسك. معناها انت تحكي لي على نحل وتحكي لي على ذبان وتحكي لي على انسان في الليل ينجم يتفجع من اي حاجه، لكن زاده فما لطف عليكم حاجه مكسره وفما صديد وفما برشا على كيفاش تتعاملوا؟ ماخذين الوقايه اللازمه باش تحميوا رواحكم؟ فما جواندويت تستعملوهم؟ فما دي ماسك تلبسوهم على الريحه؟ كيفاش تخدموا؟ لا ما فهمش نخدموا كيك حتى شيء. حتى شيء. وما فماش ناس تتعرض للحوادث من النوع هذا؟ لا يقع جرح، يقع قزاز، تجحك قزاز، يعني عند حديد ملوط مردوم ما ادريش عليه، تعمل لك تجرح، فهمتي؟ خاطر شنو هي؟ يبو بالا مغطي بالصاصيات صاصيات، وقت واش تجربي انت وتقلبي، بطبيعتك واش جرحي ما ادريش عليه ملوط واش فيه؟ فهمتي؟ كيسين مكسره. اي انسان ديما يتعرض للضرب.
به مجهود الدولة في الإطار هذه، يعني أنتم اليوم توا موجودين، قطاع موجودين تخدموا. احنا حبينا الحقيقة أنه في البلاتو يكونوا حاضرين معنا ممثلين على الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، اتصلنا بهم، لكن الحقيقة البلاتو متاعنا يتزامن مع خميس النفايات، لأنه مرة في الشهر كل خميس من كل شهر يكون عندهم اللقاءات التشاورية الشهرية. اليوم بالزهر معناه هما كلهم مرتبطين بالموعد هذا، نتمنوا أنهم يعاودوا يكونوا حاضرين معنا، لكن المجال مفتوح لكم انتوما. فما مشروع نموذجي موجود في حي التضامن، المشروع هذا اي المشروع هذا هو اللي بالاساس باش نتحدثوا فيه. نستدعوا السادة المشاهدين سي محمد يشوفوا الفقره المصوره اللي حضرناها وكنا موجودين فيه، ناخذوا عليه اكثر التفاصيل ثم نرجعوا نحكيوا في موضوعنا اليوم. اليوم مش باش نحكي على رياضة الجري مع جمع الفضلات البلوغينغ، ولا باش نحكي على مبادرات شبابية لتنظيف الشواطئ والمحيط. تونس بعد ثورة الكرامة، مئات العائلات يعيشوا من جمع البلاستيك والمعادن والخبز وغيره من الفضلات. تراهم في كل ثنية، شكيرات وبرويتة، ساعات طويلة، صيف شتاء، كيلومترات، بحثاً عن القوت بالكاد ملي مات. واحد يخرج من الأربعة متاع الصباح ومن الخمسة متاع الصباح بشي يصور هكا الأربعة آلاف ولا ثلاثة آلاف ولا خمسة آلاف، خاطر مش كل يوم فما دبابز، فما عباد يخرجوا بالليل، يعني في النهار ما تلقاش تلقى حاجة قليلة. أنا البرباش مساكن تعبين، ولات تلقى راجل كبير مسكين والصغير والطريق حتى ما نساويش تخدم. في العامين التوالى ظام الضعف نتاع قبل، كل ما لقاش حتى يخدم مسكين في ميت لازي ولا يهز شكاره ويمشي يلقط الدبابز وباش يخدم عراه، فهمت؟ تلقيه شايب عمره 80 70 سنه يهز شكاره فوق منها 3 كيلو. باش في النهار يحصل قداش؟ وش حاصل 3 كيلو 18%، باكو حليب وصيف خبز حتى سيجاره ما عادش يلقيه باش يخلط عليه كان يكيف. هنا في حي التضامن في اريانا، اول شهر نوفمبر تم افتتاح وحده لرسكله البلاستيك لفائده قرابه 60 شخص. بها يوليوا يخدموا لحسابهم ويبعدوا على استغلال الوسطاء. هو المشروع هذا كانت لنا حلمة، حلمة أخيرا تحققت. عامين نجيله فجر الترخيص، والحقيقة لحد الآن مازلنا ما خديناهش، كنا أمل أنه مش توافق الدولة بعد الافتتاح هذا تعطيهونا للسلطة المعنية. المستفيدين من الأولانيين هما جمعية البرباشة، خاصة اللي يجيب بشكارة على ظهر والبي كركر البرويتة، دونك هذوكم شكون مستفيد منه، سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الاقتصادية والبيئة، كيف كذلك زادة باش تستفيد منه إن شاء الله. بالنسبة لبراوة البرباشة يلموا دبابز يجيبوا يبيعوا لنا نحن ولا غيرنا، هم كانوا يبيعوا غيرنا توا شمال نقبل عليهم نحن، احنا ديما مش نزيدوا 100 على الغير. الغير يقبل ب 600 نحن نقبلوا ب 700، يقبلوا ب 500 نحن نقبلوا ب 600. ديما عندهم 100 زيد. نفايات البربيش، ديما نفايات البربيش. النفايات مصدر للثروات، شعار كبير رفع في تونس منذ سنة 2005 وقت ما بدا الحديث على منظومة التصرف المستديم في النفايات. من وقتها لتوا قعدت عملية جمع النفايات وفرزها وبيعها ورسكلتها عملية عشوائية، وكثر عدد البرباشة في غياب هياكل تحميهم من الأخطار والأمراض والاستغلال. البرباشة اللي بلاش بيهم تخيلوا حجم الفضلات في شوارعنا. هذا هو النقطة المهمة الحقيقة اللي تطرحها حنان، برشا مشاكل في القطاع هذية، قطاع ماهوش منظم، الناس قاعدة تخدم كما قال لنا سي محمد، معناها تنجم تلم 3-4 كيلو في النهار، احنا نشوفوا الحجم كبير لكن في الآخر البلاستيك معناها ما يوزنش هكا ولا سي محمد، دونك نلقاو بيعرضونا برشا معناها في الكياسات ونتفاعلوا معاهم، وترى الراجل الكبير والمرأة الكبيرة وترى المرأة اللي معاها ولدها الصغير وهما يدوروا سواء في ساعات متأخرة من الليل وإلا في الصباح بكري، على خاطر هذا هو معناها يلزم يخرج بكري باش ينجم يحاول يلقى الكميات قبل ما يجي غيره، عدد كبير موجود في شوارعنا. الوحده هذه قداش باش تحل من هالمشاكل هذه يا سي محمد؟ هذه انت نحن هي بطبيعتها معناها تعاونكم، هذه الظروف تكون خير. مش تعاوننا نحن، هذه نحن هذه مش تعاوننا، لكن باش لما نتحرك احنا تو نستنوا في الترخيص امورنا واضحه. هذه باش نخدموا فيها ثلاثه مترسمين امورهم واضحه، سنة اساس كل شيء عندهم واضح، قانون حاكم. ثم بعدين باش نعملوا ست. عندنا مكان اخرين ان شاء الله قاعدين متعاملين مع ربي ان شاء الله كان عاون الحاكم عاون غير الدوله. فهمت لي هذوما كيفاش مولتوه المشروع؟ منين جات فلوس الماكينات هذه؟ عملنا اتفاقيه مع الانتير ناسيونال
هي مولتنا في المشروع هذا. اي فهمتي؟ باش يبقوا معنا عامين يتابعونا. اي بعد وش مشى راه مشروعنا اللي نفهم فيه. ويولي يتابعكم تابع المشروع. اي تابعنا احنا. اما الحاجه الباهيه اللي الناس اللي باش تخدم فيها اليوم باش تضمن على الاقل المستقبل نتاعها باش يكون عندها شهريه قرب باش يكون صبور. باش يتعدوا لي وصغار امور واضحه. والباقي والجماعه الاخرين كيفاش اخترتوهم هالثلاثه هذوما؟ علاش الثلاثه هذوما بالذات؟ اعضاء في الجمعيه قدم. اي احنا عندنا 70 واحد عضو. به من 70 اخترتوا ثلاثه. عندنا 70 عندنا ثلاثه. اي اللي يكون عارف وفهمتوا ولا خاطر ثم حسابيه ثم القديم عنده 12 15 سنه خدمه. اي وثم اللي عنده 5 سنين وربع سنين فهمتوا ولا احنا نتبعوا ديما الاقدمين. بالاقدمين. حتى كي ظهر خدمه باش نبدوا نخدموا حتى الفرز نتاع البلاستيك يعرفوا انا اللي تريحي وانا ما تريحيش. خاطر انواع. فهمتي ولا ثم انواع في البلاستيك. اي احنا ان شاء الله باش نطوروه المشروع باش نزيدوا ماكينه اخرى. وثاوش نعود نخدموا الكاتش هذاك نتاع اللي يخرج لك اللي يردوا به ثواني. نخدموه اصلا ناخذوه القش. اي نشروه القش ونخدموه يطلع روليات وتبيع. فهمت؟ نكون نخدمه في ثلاثه شهور ولا سته. المشروع معناها قابل للتطوير. صحيتي ولا تسعي ولا 12. تخموا انه اذا كان توفرت الامكانيات ما حاولتوش تتصلوا بالدوله مثلا حتى تدعمكم في مراكز اخرى في احياء اخرى؟ عامين. احنا عندنا عامين تو نتبعوا فيها مع محل واش نخدموا فيه. احنا قاعدين كارين الشهر بمليون. اي توعدنا 10 شهور متعطلين على الرخصه قاعدين يخلصوا في الكرا وكهو. مليون. مليون 10 ملايين. وشكون يخلص فيها ال 10 ملايين؟ الجمعيه نتاعنا. الجمعيه نتاعنا المعنى فهمتي ولا قلت لك احنا نتبعوا فيهم تو عامين بلديه التضامن وبلديه النيل. وشنو المشكل علاش ما عطاوكمش الرخصه؟ والله كل واحد يش يقول لك، واحد يقول تابع الولايه، واحد يقول تابع البلديه. واحد يقول لك حتى ترسم البلديه، البلديه هاي ترسمت تو باش عندها 4 شهور تو ولا 3 شهور ونص فهمتي؟ كل واحد ايش يعطيك؟ ما يهمش حل ما يهمش. سافر الله من قول بلا عمل. احنا تو نحب القول والعمل كل مع بعض. اذا كانت تقول لي ممكن نعطيك فيس وما تعطيش لي ما عملت لي شيء. اي خلف يدك باش نبقوا نسمعوا في الكلام. احنا كل ما عامين ونحن جاري كل جمعه بعد جمعه ونحن نسمعوا في كلمه كيف يمنيوا فيكم وما فما شيء سي محمد. ما فهم شيء تو لحد الان ما فهم شيء. احنا الترخيص تو ما خذيناش بتاع الخدمه. اي به نسمعوا في برشا هكا مرات نحكيوا على مجهود الدوله والرسكله والعمليات هذه الكل وينكم انتم من هذا؟ يشاركوكم يحكيوا معاكم؟ معناها حنان اليوم تقول نتصوروا حاله البلاد اذا كان ما جاش عندنا هالفئه نتاع البربيشه اللي تساهم في رفع عدد كبير وكميات كبيره من الفضلات. موجود هل يشاركوكم كي يقعدوا يحكيوا ويخموا ويخطوا ويعملوا برامج للرسكله وللبيئه وللحفاظ على المحيط؟ هل يقعدوا معاكم ويصنفوكم كجمعيه؟ لا 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 ما نطلبوش نحن باش نمشيو لهم. ما يتلفت لك حتى واحد. باهي كي تمشيو لهم انتم وتتحدثوا معاهم هل تخرجوا بمشاريع واضحه بوعود واضحه؟ ما مش فعل كلام فقط. هكا هو هكا هو كلام تعتبر سبال وتكتر تك 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 وكا هو ما فهمش شيء. تعودنا على الحكايه هذه. هي ما مشكل اليوم معناها اذا كان الساده المسؤولين ما يتفاعلوش معاكم وين معناها الجمعيه ما تنجمش تقوم بكل شيء وحدها؟ معناها انت قلت لي احنا 70 في الجمعيه ونحكيو على قطاع في 45,000 كيفاش تشوفوا غدوه سي محمد حتى نخدم معاكم مستقبلكم كيفاش؟ حاليا تو ان شاء الله توعدنا بالخير. اي ثم السيده الوزيره السيده ونيسي. اي وعدتنا باش توقف معنا. سيده وزيره التشغيل يرحم والديها وان شاء الله ربي يسترها باش توقف معنا وتعاون. كلمنا مشينا البارح للمعتمد عندنا جلسه في وسط الجامعات. اي طلب مندوب الجهويه للتشغيل. طلب تقريبا معتمد اخر والله ما تابش قال لي تو نطلبوا ونحضروا وش نعملوا مهم جلسه. الجلسه هذه نحن ما عندناش حشتنا بك كلام هكاك. اي هي نحط نقاط الحروف هي مش لازم. علاش بنيت عامل العباد قاعد نبطل مصالحه وجمع بعد جمع نحن نجيروا كل يوم نجيروا من بلاصه لبلاصه. تو نحن حاضرين عليه ما نخدموش. واضح احنا تو نتابعوا معاك سي محمد الموضوع هذا اكيد باش تكون لنا متابعه في الاسبوع الجاي سواء في مساله الرخصه ولا كيف كيف زاد نحب الوكاله تكون موجوده معنا في البلاتو حتى ناخذوا مشاريع الدوله في النطاق هذايا. شكرا لك سي محمد من خلالك انت نحييو 45,000 تونسي يخدم في قطاع البربيشه. ربي يفضلك سي محمد وربي يعينكم وماذا بينا معاش نخدمك الصغيرات نعرف الظروف صعيبه ما صغيرات ما يسالش ان شاء الله ربي معاكم ماذا بينا صغيرات واضح واضح سي محمد يعطيك الصحه يعيش
يعيشك، ميرسي بوكو. ان شاء الله تحسن ظروف اكثر، الموضوع يتطلب تدخل اكثر من طرف وقت اللي نحكيه على زاده تشغيل نتاع صغيرات. صحيح ظروف صعيبه في الاحياء الشعبيه هذه، صحيح الناس ما تلقاتش معناها امكانيات حتى توفر المعيشه اليوميه نتاعها، لكن ماذا بينا كان حمايه الطفوله، الناس المشرفين على الاسره في الاحياء هذه، الجمعيات، المجتمع المدني يتدخل حتى نحميو صغيرات هذوما وحتى نوفروا حلول اخرى وظروف احسن للفئه هذه من المجتمع. كما شفتوا اليوم كنا نتحدثوا على البربيشه اللي هما جزء لا يتجزا من منظومه البيئه والرسكله وغيره. احنا مواصلين معكم في البلاتو، برشا حديث في الايامات الاخرى تطرح على اطفال التوحد، صغيرات هذوما اللي اكيد موجودين معنا نتعايشوا معاهم، مش الناس كل تعرف خصوصيتهم، مش الناس كل تعرف تتعامل معاهم. صار برشا حديث، علاش؟ لانه صار فيلم في الموضوع هذايا، خلى الموضوع يتحير. ما نعرفش كان ضيفتي توافقني في الموضوع والا ليه. بحضينا في البلاتو مدام ضحى لاغا بن غربيه، رئيس جمعيه توعد لاطفال التوحد بقربه. مرحبا بك مدام. مرحبا بيك. شكرا لك. مرحبا بيك. قلنا الحديث في كل مره نرجع نحكيه على اطفال التوحد ويغيب الموضوع، لكن المده هذه كثر برشا لانه فما فيلم في عينيا، برشا توينسه تفاعلوا معاه، برشا توينسه خليوا الموضوع يرجع يتطرح. فئه من التوينسه صغيراتنا هذوما اللي نتحط عليهم اللي عندهم التوحد، هل اليوم ماخذين العنايه اللازمه ونفهموا خصوصيتهم ونعرفوا كيفاش ندمجوهم في المجتمع والا لا؟ والله مازال الموضوع ماهوش معروف، احنا توا يلزمنا نخدموا على التوعيه المجتمع ككل باش يعرفوا اش معناها التوحد هذايا، باش نجموا نعملوا الديبيستاج بريكوس، معناها الام تفيق بصغيرها اللي هو ماهوش عادي. دونك يلزم التوعيه وتثقيف المجتمع في الناحيه هذه، مازال مش معروف اليوم. تقول لي مش معروف، هل اليوم نجموا نلقاو في تونس عائله تونسيه عندها صغيره عنده توحد لكن ماهيش واعيه بالمشكل وما تعرفش اصلا اللي هذا اسمه توحد؟ ما يعرفوش التوحد، ما يعرفوهوش، اقليه شويه بركه من الناس. دونك لازم الميديا، التلفزه، المجتمع المدني، الناس الكل تعملوا كما احنا تو عملنا الجمعيه هذيا، وقاعدين نعملوا في ملتقيات تحسيسيه، وبداوا الناس في منطقه قربه، يعني نحكي على قربه تاعو، بداوا يعرفوا وخذيت صدى كبير الجمعيه هذه، وان شاء الله بقدره ربي باش نتولاو بالوليدات هذه وناخذوهم اون شارج. هات لو كان نعطيو الخطوط العريضه او الخصوصيات اللي تميز الصغيرات هذوما اليوم، الناس اللي تتفرج فينا وقد تكون ما عندهاش فكره، كيفاش في مرحله اولى ينجموا يعرفوا اللي فما صغير عنده مشكل؟ الام هي اول واحد نجم تفيق بصغيرها، صغيرها ما يغزرلهاش في عينيها، ما يتواصلش معها، خاطر صغير كي يكبر شويه من اللي هو صغير ساعه يغزر لامه حتى تعيط له يتلفت لها، ينجم يجاوبها، ينجم حتى باللي هو قلت لي يكبر شويه يولي عنده ما عندوش تواصل لا لفظي ولا غير لفظي، لا بالحركه لا بالنظر. دونك وقتها لازم الام تفيق وتشوف شنو هو المشكل مع ولد هذا. هات نحكيوا على النشاط نتاعكم في قربه، قلت لي انه قاعدين تحاولوا انكم تنشروا المعلومات هذيا وتحاولوا تفهموا مرض التوحد عند الصغيرات هذيا كيفاش يكون، حتى نخليوا العائلات تكون واعيه اكثر بالاشكال هذيا. كيفاش يكون النشاط نتاعكم وكيفاش اخترتوا انكم تخدموا الخدمه هذه؟ احنا الحقيقه عندنا جمعيه في قربه ناشطه نتاع الجمعية المحلية للعناية بالمعاقين، وعندها زوز أقسام لا هي حتى في الأطفال التوحد هذوما لاهين بهم، لكن النومبر طاقة استيعابها غير قادر باش تزوعب بالكل. حسب الإحصائيات عندنا 33 صغير في قربة، لكن ما نجموش، ما همش لاقين فين يحطوهم، فماش فضاءات مختصة الاولاد اللي عندهم التوحد، خاطرهم يحطوهم على المعاقين، هم مش اعاقه، هذه حالات خاصه. يلزم المشكل هذا ما تروح في قربه فقط ولا على تونس كامله؟ هو عالمي، المشكل عالمي، في تونس موجود في الولايات الكليكة، احنا في ولايه نابل حسب الاحصائيات عندنا 321 صغير عندهم التوحد هذايا، منهم 240 اولاد و80 81 بنيه، خاطر هو يسيب ثلاثة أولاد على الطفلة، فهمت؟ يسيب الأولاد أكثر، وهذا يتوافق مع النسب العالمية زادة موجود، فهمت؟ معناها النسبة نتاعنا عادية مقارنة بدول أخرى. النسب العالمية. باهي مدام ضحى، نشوفوا تقرير في الموضوع هذا ثم نرجع نواصل حديثنا في البلاتو. زميلتنا كوثر بن ديلا حضرت لنا تقرير فيما يخص التوحد، ثم نرجع نواصل حديثنا مع مدام ضحى في البلاتو. encore et encore. يصيب مرض التوحد 6% من أطفال تونس والنسبة في تزايد، كما يصيب الذكور أكثر من الإناث، إذ أنه من بين 4 مصابين نجد 3 ذكور، وتعد مشاهدة التلفاز من أهم العوامل الأساسية للإصابة.
تزايد المرض خلى العديد من مكونات المجتمع المدني تتفاعل وتنشط في هالمجال وتتحرك بقوة، لأنهم يعتبروا أن هناك تنصل من قبل الدولة في عدة ميادين متعلقة بالرعاية الصحية للأطفال المصابين بالتوحد، وأن الإجراءات الحكومية المتعلقة بالعناية بالمرضى تكاد تكون منعدمة، سيما مع غياب مراكز حكومية تخضع للرقابة البيداغوجية والصحية والنفسية، مما دفع الأولياء اللي عانيوا أبنائهم من التوحد للتوجه إلى مراكز خاصة تعمل أحياناً بطريقة عشوائية خارج القانون والرقابة، وتوظف مربيات بلا مؤهلات علمية. ورغم معاناة مئات العائلات بسبب إصابة أبنائها بالتوحد وارتفاع مصاريف العناية، لا يوجد برنامج وطني يعنى برعاية أطفال التوحد رغم توسع انتشار نطاق المرض، حيث كشفت دراسة حديثة أن هناك طفل يصاب بالمرض من بين 60 طفل، ويبقى التدخل الوحيد للدولة هو التعهد بأطفال التوحد اللي تعرضوا إلى اعتداءات عن طريق توفير الإحاطة النفسية. فهل تقدر مكونات المجتمع المدني على تشكيل قوة ضغط للفت نظر الحكومة لهذه الفئة؟ الفيديو اللي استعملتها كوثر في التقرير نتاعها الخاص بمرض التوحد هي حملة إشهارية موجودة خارج تونس. ما نعرفش مدام ضحاكة، نحن في تونس خدمنا ومضات إشهارية من نوع هذية حتى نوعيه وحتى نفسره. كوثر تحط زد على مجهود الدولة المتواضع، باش ما نقولش غائب تماما في المسألة هذية. اليوم كيفاش نقيموا الأطراف الرسمية كيفاش قاعدة تتعامل مع الفئة هذية؟ والله ما تنجمش الدولة راهي وحدها باش تاخذ تتعهد بالاطفال هذوما وحدها توتالمون. صعيب برشا والعدد في تكاثر، وقبل كانوا يحطوهم مع المعاقين. توا الدوله يجبها تعمل استراتيجيه انها تحصر العدد نتاع الاطفال هذوما وتعمل خطه بالتدخل. معناها ما نجموش نقولوا احنا نحطوهم مع المعاقين وذوي الاحتياجات الخصوصيه. هما عندهم احتياجات اخرين بعاد عن نحكي على المتوحد وما عندوش اعاقه اخرى. احنا توا في ولايه نابل في حتى في اكتوبر، في اكتوبر هذايا لقاو 18 حاله جديده. وقع على ال 18 هذوما فيهم 15 وليد وثلاثه بنات، 14 منهم حطوهم في مراكز التربيه المختصه. خاطر ماهمش ما نجموش يندمجوا في المدرسه في انهم عندهم اعاقات اخرى. الصغيرات اللي عندهم توحد بركه نجموا ننقذوهم. والنجم انا كنت باش نسالك، معناها اليوم نقولوا لصغير هذايا عنده توحد، لكن غدوه هل ممكن انه يرجع يكون الطفل عادي ويمارس حياته العاديه؟ نجم اذا كان نوفروا ليزباس المختصه مع المختصين، خاطر كل صغير عنده خطه علاج خاصه به هو. ما فماش خطه للناس الكليه. احنا كل... اليوم عندنا الاطارات، يمكن ما عندناش الكادر اللي يكون مشرف، معناها مثلا مدارس خاصه والا مراكز خاصه، لكن عندنا الاشخاص المكونين اللي عندهم التقنيات واللي عندهم إدراك وفاهمين شنو خصوصية المرض هذية وكيفية التعامل مع الصغيرات هذو. موجودين الإطارات موجودين، لكن الدولة هي اللي مش عاملة استراتيجية. مش تويكا تو قالوا لي في الإدارة الشؤون الاجتماعية، قالوا لي اللي بداوا وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة عاملين كيف اللي خطة، بداوا يحبوا يحصروا العدد. ونفوا تحصر العدد بتاع الأطفال هذوما أكيد عندهم خطة باش يدخلوا في أنهم كيف حطوهم. الأولياء يضطروا يحطوا أولادهم في مراكز خاصة، والمراكز الخاصة كما قالت كما شفنا في الجون المركز الخاصة تخدم بطريقة مهمشة على حساب معناها مسألة إنسانية بحتة. وفما برشا كما شفنا سنوات الفارطة فما برشا ديزيسباس متورطين في مشاكل تجاوزات بالنسبة للوليدات هذوما، وإحنا نحبوا نعاونوهم مش باش نزيدوا نعقدوا الامور. دونك اليوم من خلال حضورك مدام ضحى ناكدوا انه هام جدا الموضوع هذايا، ماذا بينا نتطرقوا له باكثر جديه وباكثر سرعه زاده، لانه فما برشا صغيرات حياتهم ومستقبلهم موجود في الميزان. احنا اليوم بالمجتمع المدني والجمعيات تتدخل في نطاق مقنن، خاطر ما ينجمش واحد وحده يمشي باش يعمل. احنا وحضوري هنا ديجا بروف انه تفاعل ما بين الميديا والمجتمع المدني باش الناس تعرف اكثر المرض هذايا، تتعرف عليه اكثر، والدوله تاخذ لفته زاده ويعرفوا اللي عندنا، يشوفوا انفوا حد النسبه، ينجموا يعملوا لنا مراكز عموميه
ونعملوا خطة تدخل باش نجموا نوصلوا النتائج نتائج ويندمجوا هالصغيرات هذوم خاطر لازمهم يندمجوا نجموا ندمجوهم في المدارس ونجموا يتحصلوا مستقبلهم ويندمجوا في المجتمع ويوصلوا. شكرا لك مدام بحياتك صحة. شكرا لك وشكرا للجمعية. بالنسبة تفضل. الجمعية بتاعنا باش تتدخل استراتيجية الجمعية باش تتدخل على مستوى الأول خطوة باش نعملوها مع الأولياء الأولياء التثقيف نتاعهم وكل شيء باش ندخلوا على مستوى المرحلة ما قبل الدراسة نمشيو للروضات للمدارس للتحضيري نعاونوهم وباش نحاولوا ندخلوا بالأقسام التحضيرية برك البرنامج اللي عملوه المرافق التربوي فبرنامج عملته الدولة المرافق التربوي للطفل الحامل الأعراض التوحد وبهكاك نجموا نمنعوا برشا صغيرات وإن شاء الله نلقاو الدعم احنا من المجتمع المدني ومن والهدف الاخر وان شاء الله احنا نوصلوا نعملوا مركز خاص وليد في اليد مع الجمعيه جمعيه المعاقين بقربه جمعيه عريقه وعندها خدمه باهية برشا اليد في اليد باش نتكاملوا في حكايه الاطفال المتوحدين هذوما ونوصلوا الحل ان شاء الله بقدره رب. شكرا لك مدام ضحى يعطيك الصحه على الحضور. مدام ضحى لغا بن غربيه رئيس جمعيه وعد لاطفال التوحد بقربه شكرا على الحضور مره اخرى وان شاء الله يكون الموضوع هذايا من المواضيع اللي عندها متابعه معنا في البرنامج. احنا باش نواصلوا معكم استقبال الضيوف تقريبا مازلت معنا نص ساعه في برنامجنا برشا ضيوف يتابعوا فينا لانه الحقيقه امتد الحديث في بدايه البرنامج على متابعتنا للاضراب العام في قطاع الوظيفه للعموميه بسرعة نستقبل معكم هيفا التويتي منسقة مشروع قول لهم اليوم إن شاء الله ماضي ثلاثة تكونوا على موعد مع لقاء حول مبدأ التدبير الحر بين ترسيخ المركزية والفساد. مرحبا بك هيفا نهارك طيب. مرحبا يا عسلامة. شكرا لك. اليوم باش نقول لهم برشا حاجات في موضوع التدبير ونتحدثوا في مشروع كامل يخص البلديات وكل ما عنده علاقه بالحكم الرشيد في الاطار البلدي. دونك انتم هذه سياستكم عندكم قديش انتم تخدموا عليها في كل مره نختاروا مواضيع محاور. اليوم نتحدثوا على مبدا التدبير بين ترسيخ المركزيه والفساد. هات نفسروا ساعه فكره قول لهم بالبدايه. باهي فكره قول لهم هو مشروع انطلق من اطلقته منظمه راج تونس غيزو الترناتيف دي جون. هي منظمه تاسست في اطار فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي سنه 2013 باردون. تشتغل اساسا على البيئه والمناخ على الشباب والسياسات العامه وفي قسم الشباب والسياسات العامه عندنا مشروع قول لهم اللي هو يعنى اساسا بالشان المحلي. يعني الهدف نتاعو هو تعزيز الديمقراطيه التشاركيه حس المواطنه تقريب المواطنين بالسلطه المحليه البلديات او الجامعات المحليه بصفه اشمل. دونك في المشروع هذايا عندنا جمله من الانشطه. اول حاجه احنا عندنا منصه الكترونيه اللي هي www.goulilhom.org اللي نجم المواطن يقدم فيها شكايته عريضه مطلب تخص الجهه نتاعو البلديه اللي يسكن فيها واحنا بالتالي نوصلوا الشكايه هذايا للبلديه ونحاولوا كيف نوصلوا شكايه ونحاولوا نوصلوا للحل مع البلديه. يعني خدمتنا اكثر تعاون وتشارك واسطه ما بين المواطن والبلديه. بالضبط مش بمعنى الوسيط بمعنى شريك مع البلديه وكيف كيف مع المواطن باش معناتها لي تخوا فاكتور مكونات المجتمع المدني والبلديه والمواطن حتى نحسنوا من الخدمات من البيئه المشاكل اللي عندنا في البلديه في المنطقه بصفه عامه. دونك اليوم عندنا محور جديد باش تتناقشوا فيه واكيد في مجموعه من المتدخلين ناخذوا عليهم فكره. اي كيف ما قلت عنا البلاتفورم عنا زادة كيف سلسلة من اللقاءات سلسلة من اللقاءات انطلقت الفكرة هو من تبسيط وتفكيك مفاهيم مجال الجامعات المحلية. شو معناتها؟ معناتها الدستور 2014 أقر جملة من المبادئ كما ديمقراطية تشاركية تدبير الحر تفريع وزيت أكدت عليهم كيف أكد عليهم القانون الأساسي المتعلق بالجامعات المحلية صدر في 26 أفريل 2018
المجله مازالت فيها ضبابيه فيما يخص هالمبادئ هذه. دونك احنا من الفكره هذه حبينا نقوموا بسلسله من اللقاءات اللي من خلالهم نطرقوا اكثر ونتمعنوا اكثر في هالمبادئ هذوما ونحاولوا نبسطوهم ونفكوهم للعموم، كسوا اعضاء المجالس البلديه المنتخبه ولا لجمله المواطنين معناتها. وبدينا من الاول افتتحنا اللقاءات هذه بالديمقراطيه التشاركيه بين النظري والتطبيقي. اليوم عندنا مبدا التدبير الحر بين ترسيخ اللامركزيه والفساد، خاطر ما نجموش نحكيو اليوم على اللامركزيه وهذايا مبدا اقر الدستور من غير ما عندنا مبدا تدبير الحر، معناتها هما مفهومين متلازمين فوالا دستوريين متكاملين ويدخلين في نفس الديناميكيه، معناتها في ديناميكيه مشتركه. ولذا ما فماش لا مركزيه من غير تدبير الحر. او ميم طون عندنا انجو اخر اللي هو لو كان فما مبدا تدبير حر وحريه في الاستقلال في التدبير وفي اداره الشؤون الاداريه وفي التصرف وفي الاستقلاليه الماليه، كيف كيف عندنا ريسك نتاع فساد ولا سوء تصرف. دونك احنا هذايا نحبوا اليوم في اللقاء اليوم عندنا ضيوف، معناتها مدام سناء المرسني اللي هي نائب بمجلس نواب الشعب كانت اشتغلت على معناتها كانت ضمن اللجنه لجنه تنظيم الاداره والقوات الحامله للسلاح في مجلس النواب، دونك اشتغلت على المجله. كيف كيف عندنا سي لطفي الخالدي اللي هو كاتب عام بالمحكمه الاداريه، وعندنا سي اشرف العويدي اللي هو رئيس منظمه انايا قض واللي يشتغلوا برشا على مكافحه الفساد. دونك احنا من خلال اللقاء اليوم نحبوا نبسطوا شنو هو مبدا التدبير الحر واهميته في ترسيخ اللامركزيه وارساء مسار لمركزي وديمقراطي مبني على قاعده صحيحه. وكيف كيف نحبوا نتطرقوا شنو الريسك اللي عندنا في مبدا التدبير الحر في ظل لامركزيه وديمقراطيه ناشئتين، وبالتالي نحبوا كيف كيف نبحثوا في الاليات المختلفه اللي نجموا نلقاوها لمكافحه الفساد هذايا اللي نجم ينجم على حريه التصرف وحريه التدبير. باهي نذكرهم اذا كان فما شكون اليوم يتابع فينا وانتريسي ويحب يجي يتابع اللقاء هذايا ولا النقاش هذايا، وين يلقاوكم؟ من غير ما نسميو ولا محل المكان بالضبط ما يسالش نعطيهم الوقت وكيفاش ياخذوا اكثر تفاصيل اكيد على صفحه الفيسبوك والا على الموقع الرسمي. اكيد بالنسبه لليوم باش يكون في نزل في العاصمه كما العاده، تنجموا تدخلوا على الباج فيسبوك نتاعنا قول لهم تشوفوا معناتها بالضبط لادريس، وباش يكون مع ما ثلاثه ان شاء الله اليوم. وتابعونا في سلسله اخرى من اللقاءات، خاطر باش يكون كيف كيف عندنا جمله من اللقاءات معناتها مازال باش تصير على مبدا التفريع على توزيع الصلاحيات وكل. دونك تابعونا. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. ميرسي بوكو هيفا، إن شاء الله بالتوفيق. يعطيك الصحة، ميرسي على الحضور، إن شاء الله موافقين. احنا مازلنا مواصلين معاكم كما قلنا مجموعة من الضيوف، الحقيقة نحاولوا نتابعوا ونواكبوا برشا متابعات وبرشا أنشطة ثقافية وطلابية قاعدة تصير، وبرشا شباب قاعدين كل واحد من جهته يحاول يصنع إثنية ويصنع الفارق من خلال إضافته في النشاط نتاعو. اليوم نستقبلوا إنصاف كيلاني من الكونفدرالية التونسية للمؤسسات الفتية. مرحبا بك إنصاف، نهارك زين. عايشك عايشك. سلامة. شكرا لك. دونك تكونوا حاضرين معنا اليوم. هات في البدايه ناخذوا فكره على الكونفدراليه هذه، عندكم تقريبا من 2012 النشاط نتاعكم، دونك هات ناخذوا تفاصيل على شنو تخدموا الخدمه نتاعكم في 8 سنين هذوما، كيفاش كان النشاط؟ ست سنين بلوتو 2012 2018 ست سنين. المؤسسه دونك الكونفدراليه التونسيه لمؤسسات الفتيه هي كونفدراليه تلم 38 مؤسسات فتيه في تونس اللي هما موجودين في الفاكيت اللي في تونس الكل، اللي هما اول حاجه تعطي الفرصه للطلاب معناتها اسمع ايش نقول لك حاجه باش نبداو متفاهمين، كان باش تخمم بالفرنسي وتحب ترجمها بالعربي راك باش تغلط، قولها كما هي واحسب روحك قاعده في الفاك. تعطي فرصه ليزيتيديون معناتها اللي يقراوا في لي فاك باش يمارسوا حياه المهنيه معناتها قبل الوقت نتاعهم. اول حاجه يقدوا دي بروجي اللي هما يتعاملوا مع شركات، يكون فما برشا معناتها معلومات متبادله، تعطي معناتها انت سيرفيس نتاعك للشركه وفي نفس الوقت معناتها تاخذ مقابل معناتها كل شيء. هذه اول حاجه، والكونفدراليه هوني جايه باش
تقعد تتلاها معناتها بالمؤسسات الفتيه هذوما، تكون اليد العون لهم، تحاول معناتها تاثرهم، تحاول تكون معناتها اليد المساعده معهم. باهي، في 6 سنين من الخدمه ومن المتابعه نتاعكم على المؤسسات هذيا، قداش مؤسسات نجحت تواصلت ومازالت موجوده لليوم؟ عندنا الى حد الان 38 مؤسسات فتيه. وعندنا منهم اكثر من 12 مؤسسه فتيه عندهم اكثر من 6 و7 سنين موجودين. أي. اذا مش اكثر. وعندهم نجاح كبير ونجم فينا قطاعات موجودين اكثر. موجودين في الانفورماتيك، موجودين كيف كيف في توسكي اغريكولتور، وموجود كيف كيف في ليتود دو مارشي، وعندك كيف كيف برشا قطاعات وحود اخرين. عندنا من الديزاين الاركيتكتور الانفورماتيك كيمياء، فما تبارك الله كل شيء موجود. باهي، نهار 24 و 25 باش يكون عندكم لقاء كبير يجمع تقريبا 1400 مستثمر شاب والا معناها باعث مشروع شاب. اعطينا اكثر تفاصيل على الايفينمون. باهي، نهار 24 و 25 نوفمبر باش يكون معناتها الملتقى هذا هو 7 الملتقى للكونفدراليه، اسمه جوبز، معناتها باش يلم اكثر من 1300 عابد مينيموم معناتها ديجا. باش يكون في سوسة في المرادي، دونك باش يلم المنخرطين في المؤسسات الفتية هذوما تاع 38 معناتها مؤسسات فتية، باش يحاول يأثرهم، باش يحاول زيد يعاون المؤسسات الفتية باش يزيدهم كمعلومات. أي. كتدريبات، ويزيد معناتها حاجات زايدة باش كي يرجعوا بعد من المتدي هذا ينفعوا المؤسسات الفتية نتاعهم. بيهم برشا. أما كيفاش يكون الإقبال؟ معناها تحس اللي الشباب الكل اليوم اللي عندهم مشاريع مقتنعين بالفكره نتاعكم، مقتنعين بالكونفدرالية انها تنجم تعاون، ومقتنعين انهم ينخرطوا في الاطار هذايا حتى تكون معناها مؤسساتهم ناجحه، وفما برشا اخرين زاد قد يكون ماهمش منخرطين معاكم، اما يجيو يشوفوا التجارب هذايا وين وصلت وياخذوا فكره، قد تكون هي نهار اخر تحل لهم باب نتاع افكار جديده. احنا توا نحكيو على اكثر من 2500 منخرط. اللي عاش معناتها التجربه نتاع المؤسسات الفتيه. أي. واللي خرج منها اللي معناتها حتى اللي عاش تجربه حتى عام بركه خرج منها بحاجات معناتها ايجابيه. خرج بدي فورماسيون معينين، معناتها ما خرجش هكاك مش كيما دخل انخرط. أي. مش كيما خرج. وتوا نحكيو على برشا معناتها كانوا منخرطين في المؤسسات الفتيه، توا خدموا في معناتها في شركات كبار، جاتهم الفرصه باش خرجوا لبرا معناتها ولقاو حظهم بالقدا، على خاطر كلمه معناتها مؤسسه فتيه هي حاجه معناتها معتبر بها لبرا وفي تونس، وزيد تونس هي معناتها الكونفدراليه هي ثالث كونفدراليه في العالم اجمع. واضح. شكرا لك، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. هيفا مش هيفا عادة، أنا كثروا علي الضيوف، انصاف. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة على الحضور معنا اليوم، شكرا على كل هذه المعلومات. احنا مازلنا مواصلين معكم، ذكركم أنه صفحتنا على الفيسبوك موضوعة على ذمة الناس الكل، تلقاونا موجودين في تونس، تلقاو كل الضيوف اللي تعديونا معنا اليوم بعد المباشر مباشرة، تلقاو كل الفقرات وتلقاو الفيديو الكل موجودين، كيف كيف زميلنا حسام اللي في كل مرة يتولى أنه يجاوبكم ويتابع معكم. هذا بالنسبة لبرنامجنا، بالنسبة لكل برامج التلفزة الوطنية عندكم صفحة رسمية للتلفزة اللي أكيد المتابعين فيها وزملائنا في مصلحة الاتصال يتولوا أنهم يجاوبوكم على استفساراتكم متابعاتكم وأي موضوع تحبوا يكون موجود في أي برنامج. صفحة التلفزة الوطنية موضوع على ذمتكم لفيديو الكل تلقاهم على اليوتيوب موجودين في الوطنية ريبلاي وين تلقاو حلقات البرامج الكل. احنا مازلنا مواصلين باش نستقبلوا بحضنا رئيسة جمعية قابلات تونس أفاق وتحديات نور الهدي. سيسي مرحبا بك مدام. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك، يعطيك صحة. نهار 25 نوفمبر هو اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، أنتم كجمعية ما كمش باش تفلتوا الموعد هذايا حتى تنظموا تظاهرة لإحياء وللتذكير به وللدفاع على حقوق المرأة وخاصة فيما يتعلق بالعنف، دونك نحكيوا على التظاهرة نتاعكم. التظاهرة نتاعنا ساعة، شكرا، خاطر جمعيتنا جديدة وإحنا قابلات، القابلة هي مرأة، سي اون سيتويان، وهي زادة الكونفيدونت نتاع المرأة في معناتها في الدرجة الأولى. وخصوصا في الجهات البعيده في صحيح. تونس وين نعرفوا اللي احنا القابله وحدها ما عندهاش دي سبيسياليست دي بسيكولوج دي سوسيولوج، دونك تلعب هي دور هذا الكل. الدور هذا الكل صحيح، وما تنساوش اللي هي كاميرا يتسلط عليها العنف زاده بشتى الانواع. معناها انتم في ناحيتين، من شيره تسمعوا النساء هذوما وتكونوا لهم معناها النصيحه والمرافقه والمتابعه النفسيه وحتى قد تكون توجهوها قانونيا كيفاش نجم تاخذ حقها المراه اللي متعرضه للعنف، لكن
لكن زيد انتم انفسكم يتسلط عليكم عنف. اكزاكتومون. كيفاش؟ انفيت هو القانون 58 اللي صدر في 11 اوت 2017 ينص على معناتها يشجع على لوت كونتر لا فيونونس معناتها سامحني بالفرنسي ضد المرأة. في الفصل السادس والسابع يأكد على وزارة الصحة باش تكون هي اللي تأثر تخلق مجالات للتأثير البروفيسيونيل دو لا سونتي باش يكونوا معناتها قادرين باش يعملوا الدياغنوستيك وباش يوجهوا وباش يعاونوا المرأة في اي مكان كانت في الاستعجالي في الكونسلتاسيون. دونك احنا كجمعيه احنا قاعدين نقوم بالدور هذا. في 2015 الارقام العالميه تقول انه تقريبا 70% من النساء تعرضوا مره من المرات لاي نوع من انواع العنف اللي قد يكون لفظي جسدي اغتصاب معناها اي نوع ينجم يكون. انتم من خلال ممارستكم للمهنه نتاعكم اكيد كما قلت انت سيادتك مدام تتقابلوا مع نساء في برشا مرات في برشا مرات ما يحكيوش اما اليوم السؤال اللي يطرح نفسه هل المراه اليوم تواجه العنف هذايا وتصرح به خاطر الارقام مهما تكون عندها دلالات راه يمكن الواقع حاجه اخرى من خلال الممارسه اليوم المراه تتكلم على حقها والا تسكت على العنف اللي يتسلط عليها خايفه من رده فعل المجتمع خايفه من الطرف الاخر ليكون العنف اقوى المره الاخرى خايفه ايش باش يقولوا الناس خايفه من تصويرتها قدام الناس اليوم المراه تتكلم ولا لا هذا كله موجود لكن هي تتكلم معناتها مالغريسا تتكلم أي. لكن مش سهل باش تتكلم لما احنا كيما في الافيش نتاعنا في اليوم العالمي نتاعنا حطينا معناتها انياك لو سيلونس ابريزي وانتم الضحيه فوزيت لي فيكتيم واحنا نسمعوكم اي اوني لا بور فوز ايدي احنا باش نعاونوكم يلزمها المراه تكون معناتها مواجهتها اللي مواجهها شخص يسمعها يعرف يسمعها ويفهمها ويخليها تتكلم ويعرف كيفاش يديتكت الفيولونس اللي هي معناتها تعرضت لها فهمت بحكم اني القابله يعني انا هنا باسم القابله خاطر جمعيه قابلات بحكم انه القابله اللي هي مراه واللي هي موجوده واللي هي الفيزافي دو لا فام اكثر من اي انسان كان معناتها المراه حتى كي تمشي للمستشفى تحشم باش تتكلم مع الطبيب مع اي انسان مع راجل تلقى روحها وحدها مع القابله تلقى روحها هي الكونفيدنت وتحكي معها يعني سرها فهمت ودو سيت فاسون هي القابله باش تلاحظ باش تعمل ليكزامان تاعها بيان سور وباش توجهها وكي توجهها تعرف فين توجهها توجهها للبسيكولوج توجهها للسوسيولوج وراهو وزاره الصحه مطالبه لهنا باش تعمل لنا اكثر معناتها سيلو ديكوت للاقويب اللي هما قاعدين يقوموا به اليوم في سبيتاراتنا موجود اخصائيين نفسيين يسمعوا للمراه اللي تجي متعرضه للعنف موجود لكن مش بكثره معناتها انت موجود في المستشفيات لكن انا نحكي ديما لهنا على المناطق الداخليه المناطق اللي نحكي فيها على وين العنف وحدات صحيه وين العنف غاديك متسلط بكثره كسوسوا عنف جسدي عنف لفظي حتى استغلال اقتصادي هذا نوع من العنف استغلال اقتصادي في العمل نتاعها راهو من طرف زوجها راهو زاد المراه تتسلط للعنف وخصوصا وقت الغروسيس معناتها المراه ديك تحبل تولي معناتها منبوذه من طرف الزوج اللي يخلي يولي لينيور معناها والا ما يراعيهاش ما يراعيش ظروفها حتى في 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 معناتها سامحني معناتها في بور افوار معناتها لي بوزوان كونجوغو نتاعو يفرض عليها وقت اللي هي تبدا ماهيش منجمه ويجيونا ويجيونا حتى في تونس لهنا كو دير معناها في لي ريجيون معناتها نائيه المراه ما تلقاش شكون تشكي تشكي للقابله وهنا القابله توعيها توجهها حتى في سامحني حتى في طريقه تحديد النسل ينجم يفرض عليها باش ما تحددش النسل وينجم يفرض عليها باش تحدد النسل وخصوصا عاد اذا كان جابت له معناتها باش تخاف ساعات المراه تخاف لا تقول له راني جبت بنيه مازلنا اليوم في 2018 نحكيو على راجل مزلنا. تونسي يحب ولا مش بنيه مازلنا مشكل كبير من الحلول المطروحه انه نتحطوا في المواضيع هذه نهار 24 ان شاء الله باش يكون لكم موعد ولقاء في الاطار هذايا باش تحاولوا تتحدثوا تسمعوا ناس توجهوهم وعندكم زاده مدخلين لكن نختموا بالتظاهره اللي عندكم مدام احنا التظاهره نتاعنا احنا معناتها هي باش نستدعوا فيها خاصه القابلات والمجتمع المدني زاده معناتها عندنا معناتها دي بسيكولوج سوسيولوج
فيغيست باش يعطيهم معناتها بس القانون والمداخلات والقوابل نتاعنا باش نعطيهم معناتها توعيه باش يعرفوا كيفاش هما يتدخلوا مع المراه، يعرفوا كيفاش يوجهوها وين يوجهوها وكيفاش ياخذوها معناها بالطريقه. جوست حبيت نعطي زاد ثم العنف اللي توا في وقتنا هذا قليل برشا باش يحكيوا عليه. هو معناتها لا فيولونس اوبستريكال في الدومين نتاعي سي تري امبورتون، اللي المراه معناتها اللي فيولونتي كوسوسوا فيربالمون والا زاده في طريقه اختيار الطريقه اللي تولد بها ولا تتعامل بها، بيان سور في حدود المعقولة، معناتها في إذا كان الشيء ما يمسش حياتها ولا حياة الجنين، فهمت؟ هذا زاد موجود، هذا زاد موجود وهذا زاد اللي باش نحكيوا عليه، خصوصا أنه احنا توا ماهمش مستعفين. سامحني هنا سي تري امبورتون باش نوعي هنا وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة المالية زاد اللي هي ترفض حتى باش تمول جمعيات كيفنا احنا، معناتها باش تعاونهم حتى في لي بريزون شارج، على خاطر تقول لك القابلة ما عندها حتى دخل في موضوع كيما هكا، وقت اللي القابلة هي عندها كل الدخل، وخصوصا هي معناتها الفيزافي نتاع المرأة، هي الخط الجمهورية الكل. كونتاكت مع المراه اللي قد تكون تعرضت في وسط تونس العاصمه في لي ديسبونسير في في حتى في حتى في الجامعات. يعني شكرا لك مدام نور، تعمل ميرسي بوكو. شكرا لك مدام نور الهدى السيسي، رئيس جمعيه قابلي تونس وافاق تفيق وتحديات. احنا مواصلين معكم في المباشر، نرجعوا لزميلتنا حنان القاسمي اللي موجوده في ساحه باردو كما قلنا في متابعه. شكرا لك مدام. مازلنا في متابعه للاضراب العام، قاعدين نشوفوا في اعداد متزايده، المئات موجودين بعد اكيد يكون عندنا الرقم الرسمي. تفضل حنان، الكلمه ليك. شكرا ليك فاتن، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد في ناقل خارجي مباشر في مره ثانيه، دائما مواكبه للحدث. اليوم في تونس الخميس 22 نوفمبر، اضراب في الوظيفه العموميه وليس في القطاع العام، لانه فما خلط، فالاضراب هو في قطاع الوظيفه العموميه، وتقريبا اليوم 650 الف موظف عام احتجاجا على عدم الزياده في الاجور وتلبيه لنداء الاتحاد العام التونسي للشغل. العديد هنا من المواطنين في قطاعات مختلفة يحتج في ساحة باردو ومن أمام مجلس نواب الشعب. وحسب كلمة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي، عبر أنه الاتحاد إن لم يصل بعد في بعد يعني سيقوم بمفاوضات، وإذا ما توصلوش لحل ونتيجة سيقوم بتصعيد آخر نتيجة إلى الوصول إلى حلول. بالنسبة للوزارات الحيوية اللي يشملها الإضراب، اللي هو يشمل الإضراب الموظفين العاملين بمقر وزارة النقل دون أن يشمل أعوان شركة النقل، لأنه كنا تحولنا في محطات مختلفة في باب الخضرة، في باب عليوة، في باب سعدون، ولقينا أنه النقل أموره 100% وقاعدين يخدموا النقل متوفر، يعني ما فماش، لأنه سمعنا في منذ الصباح أنه بعد الساعة 12 معناها باش يصير شلل في حركة النقل، لا مشينا وواكبنا ولقينا اللي النقل أموره واضحة. أيضا نحب نشكر الأمنيين لأنه جميع الاحتياطات الأمنية وقع يعني اعتمادها، والنقابات أمنية كبرى أيضا عبرت عن مساندتها للإضراب، وأيضا نلقاو برشا مساندة من الأمنيين لهذا الإضراب. احنا كما قاعدين تشوفوا زميلنا ياسين البحري قاعد يمد فيكم بصور حصرية للآن لجميع المتظاهرين والمحتجين أمام مجلس نواب الشعب بساحة باردو. تقريبا هذا كل ما لدينا، وحبينا نمدوكم بصور حصرية من أمام مجلس نواب الشعب من ساحة باردو. فاتن حنان يعطيك الصحة. كما شفتوا هذه هي الصورة، جينا من ساحة باردو في المباشر من بعد التلفزة الوطنية تقترح علينا ملف ومتابعة خاصة للإضراب العام مع زميلتنا زينة الخميري تكون موجودة معكم هوني في نفس البلاتو حتى تتابع معكم الإضراب العام كما قلنا في قطاع الوظيفة العمومية، ومتابعة خاصة اليوم على امتداد نهار كامل من التلفزة الوطنية. في بقية البرامج أكيد زاد كيف العشية مع زميلنا مكي هلال في موعده اليومي بتوقيت تونس. احنا مواصلين معكم وبدينا نقربوا بشوية بشوية لنهاية برنامجنا. نقترحوا عليكم انه تكونوا حاضرين ان شاء الله في البحيره باش تعملوا مارش 7 كيلومتر مطروح. الموضوع على الناس اللي تحب تهتم بصحتها، الناس اللي تحب تتفقد رويحها. اليوم العالمي لمرض السكري اللي تعدى، مازالت التظاهرات اللي تحيي فيه وتحتفل به. معنا في البلاتوسي كريم العتروت روتاري كلوب ضيفه البحيره، سي علي الترابلسي روتاراكت المروج، مرحبا بكم، نهاركم طيب، نهاركم زين. بيك نبداو مع سي كريم، نبدا معك انت، نحطوا الامور في اطارها، نستدعوا الناس الكل تكون حاضره معكم ان شاء الله في البحيره نهار الاحد.
حتى يعملوا مارش ويهتموا بصحتهم يتفقدوا السكر والامور هذه الكل. بالضبط. نادي الروتاري ذباب بحيره هو نادي في خدمه المجتمع، نحاولوا ان نقوم بالاضافه وتبارك الله تو الناس كلها هين بالسياسه والرياضه، احنا حابين نتلاقوا باعز ثروه في تونس هي الذات البشريه هي التونسي. المرض هذايا ماهوش مرض اللي حتمي، معناتها مش على خاطر انا بابا كان عنده السكري ولا الوالد ولا في العائله اللي انا باش نكون عندي السكري ولا لا، بالعكس توا العلم اثبت والابيجينيتيك اثبتت انه انت كيما في البورتابل نتاعك تنجم الجان هذاك ما تخليهش يظهر وتنجم تظهر الجان اللي هو به الصحه الطيبه هذا من خلال معناتها انك تتفقد صحتك من خلال تعاطي الرياضه من خلال التغذيه السليمه من خلال معناتها العيشه السليمه انك ترقد في الوقت وانك بدنك تعطيه ما لازمه كيما تتلهى انت حتى احنا تشوف التونسي بالسياره نتاعه ولا باي حاجه يتبع معناتها كيفاش جسمه يكون يتلهى به البدن هكاك يتلهى به بحول الله بحول الله معناتها مرض السكري مش حاجه حتميه ولا احنا تو في تونس عندنا معناتها المعهد التغذيه المرحوم زهير القلال معناتها كان رابع قطب في العالم في التغذيه وفي مرض السكري والحمد لله كنا احنا لحد الان متقدمين. نادي الروتاري باش يعمل اليوم هذا تحسيس اولا الخيان احنا نتصور ثم 2000 2500 مشارك معناتها ان شاء الله باش يحضروا في الرون بوان اللي هو موجود في ذات البحيره اول معناتها بولفار ال سعود ال سعود بقعه رايضه وباهيه وباش نمشيو 3.5 كيلومتر ونرجعوا حتى للرون بوان اللي هو يدخل المون بليزير معناتها المنطقه حلوه برشا على ذباب البحيره. اول ما يبدا باش نعملوا معناتها ديبيستاج يشوف معناتها يحل القطره الدم يشوف هو شنو السكر اللي عنده هذه حاجه. ثانيا ثم عمليه تحسيس واعلام وثم باش نشوفوا نوريو حتى الاغذيه السليمه كما زيت الزيتون والجبن اللي معناتها يساعد ما فيهوش كله سكر معناتها ثم نجم نقولوا انيماسيون حلوه. اي اتون نرجع نحكي وبالضبط على البرنامج نتاع التنشيطي. اما علي معك انت قول لي شكون اللي يلزم يجي بحذاكم اليوم؟ نحكيوا على الكبار اللي قد يكون اليوم عندهم ريسك نتاع مرض سكري والا الناس اللي عندها المرض تتعامل معاه والا العائلات الكل تجيب صغيراتها صغيرات عندهم بلاصه معاكم نهار لحد ولا ليه ماك تعرف عطله والناس وين تحط اولادها باش نجم تجيكم؟ افون تو السلامه على خاطر ضيفتونا باهي الناس الكل سون كونسيرني. علاش نكمل على كلام سي كريم؟ على خاطر يوغا تخوا زيتاب يوغا لا بريفونسيون معناها باش نعلموا العباد فما عباد ما في بالهاش ديجا في عمري واصغر مني اللي عندهم معناها بيسكو كانت هيريديتير الحكايه وتوا كيما قال سي كريم افيك لا سيونس نجموا معناها نداويوها قبل حتى ما يلساكتيف الجين هذاك نتاع الديابيت. الصغار الكبار ليزاجي كيفاش باش يوليو يبدلوا ليجين دو في نتاعهم كيفاش يوليو يتغذاو ويتو دونك ما فماش حتى معناها ريستريكسيون تاع حتى كاتيغوري داج نتاع عباد دونك العباد الكل سون كونسيرني وماذا بينا معناها العباد تجي على خاطر معناها حضرنا ان بلانينغ ديزون كبريسك بارفي على خاطر يوغا دو لانيماسيون حتى للصغيرات الصغيرات معناها باش يعقلوا كما يحبوش يمشي ولا حاجه يوغا ان افكتيف بور لي زونكادري باش يعسوا عليهم سيكوريتي موجوده كل شيء معناها امور واضحه. باهي دونك نجموا نستدعوا العائله كامله باش تكون موجوده معكم. اما هات نرجعوا سي كريم على الفقرات بالديتاي شنو اللي عندنا نهارتها ان شاء الله؟ احنا ان شاء الله التسعه نتاع الصباح نبداو في التسجيل واستقبال كل المشاركين. وثم وقتها تبدا الانيماسيون ثم لو ديبيستاج وثم معناتها توت الانيماسيون والاولاد الصغار والعائلات الكل وان شاء الله الديبار يكون مع التسعة ونص معناتها خطوه خطوه معناتها تو شوفوا الناس الكل اللي معناتها راهو مش كيما تخرج تخدم ولا تخرج تقضي كيما باش تعمل مارش معناتها اصلا تتفرهد وتشيء الدوبامين الدوبامين تخرج البدن يخرج الدوبامين اللي هي معناتها يسميوها لا موليكول دو لا جوا معناتها بحول الله توا باش يشوف كيفاش يقول انا قداش قاعد محروم معناتها حتى وين يسكن هو كي يخرج نص ساعه مشي نص ساعه ولا حتى ربع ساعه مشي وربع ساعه جاي هذيك كافيه معناتها ليجين دو في ونأكدوا اللي هي راهي ماخش معناها بخطوات بطيئه راهو ما تطلبش انه تكون سبورتيف ولا رياضي راك باش تخرج تتمشى وترجع. احنا نحبوا الناس الكل تعمل المارش هذي وتولي معناتها في عادات اليوميه معناتها يولي حتى كي باش يخرج يقضي منتظم يهز السياره
على درجين باش يمشي يولي يمشي على ثقيل. هذه حاجه هامه جدا. وعندنا اطباء ومختصين في علم التغذيه اللي هما باش ينورونا وباش يدلونا. ثم حاجه قلتها حلوه برشا، الشباب الصغار انا توا كي نتعدى بحذا المدارس والكوليج كي نغزر للشباب نتاعنا نشوف اللي ثم حاجه ما كنت نشوفها قبل، معناتها سمنه مفرطه، علاش ممكن من التغذيه، قله النشاط الرياضي، معناتها كي نشوف الشباب نتاعنا نقول هذايا ماهيش حاجه باهي، لازمنا نغيروا هالمسار هذا. وان شاء الله كيف يجيو باش هما بيدهم يفطنوا بروحهم، على خاطر السكري موجود، لما السكري جوفينيل معناتها الشباب معناتها خساره نجموا معناتها نبعدوا عليه. من التغذيه السليمه بالعكس انا نقول معناتها ممكن لي زادولت هما يقبلوا اكثر، خاطرهم عندهم وعي اكثر ويحسوا كي يكبر اللي ماذا بيه يتلهى بروحه شويه وقت تشوف توقعات الرياضه. معناتها في تونس هذايا معناتها ناشئه جديده هذيا وباهيه توندونس تحكي الحمد لله، فهمتني؟ حاجه باهيه، لكن الشباب زاد يلزمه هو ينخرط في هذايا، وحتى اذا كان في المدرسه ما ثماش قاعات رياضه يلزم هو ينخرط ويقوم معناتها بالرياضه ويحاول يندرج في جمعيات. هذه حاجة جميلة. حبيت نعرج على الروتاري، كان تسمع الروتاري هو نادي للخدمات. احنا نحاولوا انه نخدموا المجتمع نتاعنا، وعندنا الروتاراكت برك الله عليهم، زاد كيف كيفهم الاشبال نتاعنا. الروتاراكت هذايا في المروج، احنا عندنا الروتاراكت المروج بيرج دو لاك في الاي اس جي، وهما تابعين نادي الروتاري. وكل نادي روتاري عنده نوادي الروتاراكت، ثم حتى الانتراكت اللي هما في الليسي تبارك الله عليهم ناشطين، وحنا نتعاملوا مع بعض. خلينا نشوفوا مع علي وقت اللي نحكيوا على لي جون اليوم قداش مقتنعين باهميه النشاط في هكا جمعيات مجتمع مدني. قداش عندك اولاد معاك في الجروب نتاعك؟ انا مثلا في الكلوب نتاعي عندنا اون اون كارونتين في لي 3 ولا 4 اني اللي تعداو، معناها كيما قال في لي سال دو سبور توندونس، حتى الفي اسوسياتيف ولا توندونس. بون في اسوسياتيف احنا ماخذين منها برانش اللي احنا كلوب دو سيرفيس. جو دون ليكزومبل مثلا في توس يوني بور لو كابان، لو روتاري ا لانسي معناها اون غراند اكسيون باش يعاونوا المضارين تاع الفيضانات. معناها وقت اللي تشعل النار ديزون احنا اوني لا بور حاضرين معناها بور اسيغي السيكوريتي واللي بوزوان تاع العباد، معناها دون لا نيسيسيتي ولو بوزوان. معنا زاد كلوب روتاراكت لي اس جي، كلوب روتاراكت لي البي اس، لي بيرج دو لاك، ولو روتاري والانتراكت لي بيرج دو لاك. دونك اون سي مي معناها حاطين اليد في اليد الكل مع بعضنا لي 5 و 6 كلوب باش اون مي لو بوان على السونسيبيليزاسيون دو ان، معناها باش نحسوا وباش نوعيوا، وافيك سا يوغا لا ديتيكسيون معناها نتاع تو سكي الديابيت ايتو، معناها فوالا حتى ريزولتا معناها انستونتاني يعمل ديبيستاج تاك. باهي دونك نذكروا الناس الكل ان شاء الله يكونوا حاضرين معاكم ان شاء الله نهار الاحد كما قلنا في البحيره في رون بوان الاولاني، باش نرجعوا على الكيس الجديد نقول انا اللي هبط الحلق الواد هكاك بالضبط، اللي هبط حتى للتي جي ام، هبط حتى للتي جي ام، ومن بعد انتم باش تقفوا في مون بليزير، في رون بوان تاع مون بليزير. واضح دونك هكا ساهله ثنيه باش تتنفسوا مليح، تعملوا مارش، تفقدوا رواحكم ان شاء الله، حتى السكر لطف عليكم الناس الكل ان شاء الله يا ربي. شكرا لك سي كريم، شكرا علي، يعطيكم الصحه والعافيه، يعيشك مرحبا لكم. شكرا لكم. دونك احنا نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين في موعدنا غدوه، ما تنساوش من العشره ان شاء الله تلقاو البيست اوف نتاع افضل الفقرات واحسن ما تختار لكم فريق الصحفي نتاعنا على امتداد الاسبوع هذايا. بقيه المتابعه تكون للاضراب العام لقطاع الوظيفه للعموميه على القناه الوطنيه كما قلنا الساعه الثالثه، تكونوا مع موعد بلاتو خاص مع زميلتنا زينه الخميري، ثم من بعد مع سته نتاع العشيه زميلنا مكي هلال. في لمان سكول بون ويكاند وشهيه طيبه.